تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة شفا الأرمان وجمعية الأرمان ومؤسسة مصر الخير. يهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى شفا الأرمان لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة مصر الخير. في ظل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو الاستمرارية والتوسع في تقديم الأعمال الخدمية للمجتمع المدني، تم عقد بروتوكول تعاون بين التحالف الوطني ومؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية وضمها تحت مظلته للعمل والتعاون والتشارك بين مؤسسات الخدمية لتقديم قطاع كبير من الخدمات التنموية والأعمال الخيرية. تفضل التحالف بقبول المؤسسة الصديقية، والمؤسسة الصديقية ناشئة منذ 3 سنوات ولكنها على الأرض ولها وصول إلى جنوب الوادي، إلى حميثرة وإلى أسوان وإلى قنا وإلى القاهرة في الأحياء الأكثر احتياجا أيضا. الغرض منها قطاعات كقطاع الصحة، قطاع الثقافة، التدريب، التعليم، إشاعة المنظومة الأخلاقية والقيم والحياة في وسط الناس. كما تم عقد بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الأرمان لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الصعيد وجنوب الوادي ودعم مرضى السرطان. بنفخر إن احنا بنوقع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير بخصوص دعم مرضى الصعيد لمرض السرطان للعلاج في مستشفى شفا الأرمان. فالحقيقة بنشكر مصر الخير لأنها هي هتكون مسؤولة عن دعم والصرف على هؤلاء المرضى. البروتوكول ده مبني على التعاون للحالات الحرجة في مجال الأورام، إن مصر الخير بتدعم الحالات الحرجة دي وبتحولها لمستشفى شفا الأورمان إن هي تستفيد من العلاج المميز هناك، وده نتيجة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. التحالف مبني على تكثيف دور المؤسسات المجتمع المدني، مبني على المشاركة بين المؤسسات المجتمع المدني بعضها وبعض. في عائد ضخم جدا، هو بدل ما تكلفة أي إنسان يتحرك من جنوب الصعيد عشان يتعالج داخل القاهرة، لا، مستشفى شفا الأرمان اللي موجودة في الأقصر في طيبة بتخدم 7 محافظات، بتخدم الوادي الجديد، بتخدم سوهاج، بتخدم إنا، بتخدم أسوان، بتخدم طبعا الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، كل دي بدل ما تحمل مشقة موجود هناك مستشفى شفا. احنا في مصر الخير عندنا قطاع الصحة، قدرنا لحد النهاردة نقدم أكتر من 11.9 مليون خدمة في مصر كلها. عندنا برنامج كبير اللي احنا بصدد توقيع البروتوكول بشأنه النهاردة، عندنا برنامج كبير لدعم المرضى. هدف التحالف في توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية ساهم بشكل كبير في الوصول للفئات التي تستحق الدعم بالمحافظات وللأسر الأولى بالرعاية.